تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع بانت. أنا سامي عرموش، اقتراحاتي هي كالآتي: مدعوون للمشاركة في المعارض الجديدة اللي بتعرض بهاي الأيام في المتاحف البلدية خلال الأسبوع وخلال يومي الجمعة بين الساعة 10 الصبح للوحدة الظهر، والسبت بين الساعة 10 الصبح للثلاثة العصر على النحو التالي. المتحف الوطني البحري بالتعاون مع المتحف الفني بيعرضوا من خلال معرض مشترك أعمال فنية مختلفة لأكثر من 40 فنان من البلاد جسدوا البحر بأعمالهن وفقا لتصورهن الفني، وذلك في المتحف البحري جادة ألم ب 198. أما متحف حيفا المتواجد في جادة بن غوريون 11 فبيعرض أعمال مختلفة حول الهندسة المعمارية في مدينة حيفا خلال الحقبات الزمنية المختلفة. وأخيرا يعرض متحف الفنون في شارع شبتيلاوي 26 عدد من الأعمال الفنية التصويرية والتشكيلية تحت العنوان الدوائر الفنية الأخرى: الغرباء، السذاجة والمتعلمين بشكل ذاتي. لهم مشاهدين انتهت نشرتنا لليوم، بتمنى لكم نهاية أسبوع دافئة ومريحة.